اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. في عنا تقرير داخلي هلا عم بتحدث عن تدشين شارع الامير طلال بن محمد بابو نصير، بنتابع تفاصيل هذا التدشين. استكمالا لمشاريع أمانة عمان في إعادة تأهيل شوارع العاصمة وتعبيد وتأسيس شوارع جديدة للتخفيف من مشاكل أزمة السير الخانقة، افتتحت أمانة عمان الكبرى شارع الأمير طلال بن محمد الذي يربط مناطق جبيهة وشفا بدران وأبو نصير، كما يعتبر بديلا وداعما لشارع الملك رانيا العبدالله وشارع الأردن، بالإضافة إلى افتتاح مشروع مواقف العبدلي. نعم، اليوم أمانة عمان تفتح شارع من شوارع الربط المهمة داخل مدينة عمان وتحديدا في شمال عمان. هذا الشارع يربط ما بين ثلاثة مناطق هي شفا بدران وأبو نصير والجبيه. هذا الشارع هو بسعة بعرض 30 متر. هذا الشارع تكون من جسر رئيسي على شارع الأردن، وأيضا في بنية تحتية متكاملة وأرصفة وإنارة، وأيضا إشارة ضوئية في نهاية هذا الطريق مع شارع يجوز. أكيد هذا الشارع مهم بالنسبة لمنطقة شمال عمان، بخفف الازدحام المروري والضغط المروري داخل هذه المناطق، وهذا ضمن نهج أمانة عمان اليوم بتنفيذ شوارع ربط ما بين المناطق حتى نخفف الضغط المروري والازدحامات المرورية داخل المناطق. كما ونفذ شارع الأمير طلال بن محمد ومشروع مواقف العبدلي بكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار، وشمل العمل على تنفيذ جسر على شارع الأردن وجدران استنادية وخطوط تصريف مياه الأمطار وأعمال طرق وإنارة. سيدي، هذا الشارع يعني متوقع أنه يساهم بشكل كبير في حل الازدحامات المرورية، بداية لأنه بيخفف الضغط على بعض المناطق الأخرى، بنفس الوقت يعني يربط ما بين مناطق حيوية زي شارع اللي قادم من التعليل العامي باتجاه أبو نصير. إن شاء الله متوقعين يعني يمكن زي ما شفنا قبل فترة كان في ازدحامات بالجانب الآخر جهة التعليم العالي. الآن مع افتتاح الشارع وتشغيل الإشارة الضوئية وتخفيف الضغط على بعض المناطق الأخرى، إن شاء الله راح يكون في تخفيف يعني في المناطق الأخرى، وأيضا تشغيل لهذا الشارع وربط ما بين بعض المناطق الحيوية. سيدي، كل شارع جديد يعني لابد إنه يكون له تأثير مروري. الآن زي ما احنا شايفين اليوم الشارع موجودين ومشان افتتاحه، وهذا الشارع يعني بده بعض يعني تأثير المرور مثل الشواخص المرورية، بعضها تم توضيعها والبعض الآخر شغالين عليه. سيدي، يعني هذا من الشوارع المحورية الرئيسية اللي بتربط يعني بالمناطق شمال جنوب، وهذا الاتجاهات يعني مهمة جدا للتفريغ من المدينة، تخفيف من الاكتظاظات المرورية على المحاور الرئيسية اللي كانت موجودة أصلا. يعني عندك أنت بصفي هذا شارع داعم، لأنه فعليا اللي بيسلك الطريق من جهة الجامعة الأردنية ودخولا بمنطقة جبيهة، شارع عكف الفايز، شارع شيماء السعدية، وصولا إلى هذا الشارع اللي هو شارع الأمير طلال بن محمد، بيقدر يطلع باتجاه جبيهة باتجاه شفا بدران أبو نصير بدون أن يعني يدخل في الأزمات السابقة اللي ضمن المحاور القديمة. من المحاور الرئيسية والمهمة الشارع عرضه 30 متر بامتداده، تم عمل الخدمات البنية التحتية كاملة فيه وأصبح جاهز لاستعمالات الحركة المرورية، والآن يعني كمان في يعني ترتيبات لأمور السلامة المرورية للمشاة، يعني سيتم دراسة المقاطع للمشاة وعمل ممرات آمنة للمشاة من خلاله، وإن شاء الله رب العالمين يعني بيكون يعني يقدم النفع المطلوب منه للمواطنين، ونرجو انه يعني يكون استخدامه بشكل يعني يخفف عليهم الازمه والاكتظاظ المروري باذن الله تعالى. يعني هو الان في دراسه مروريه كامله لعمل احنا بنسميها مش مطبات، هي ممرات مشاة امنه، يعني لها تصميم ولها دراسات معينه، وبنحط قبلها اشارات يعني شواخص سلامه عامه، وبتم يعني دراستها بشكل مروري من قبل المختصين بالامانه وبالتنسيق مع اداره السير المركزيه، وان شاء الله بتكون على المستوى المطلوب باذن الله تعالى. ويعتبر هذا المشروع إنجازاً لأمانة عمان التي تعمل على تعزيز ربط المناطق ببعضها من خلال شبكة شوارع مماثلة.